وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد منصور الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. إذا يعني التاريخ والقارئ للتاريخ ونحن نفتح صفحات التاريخ نرى أن الدور المصري هو دور هام منذ قديم الأزل. إذا كيف رصدت الدور المصري تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية منذ قدم التاريخ وتحديدا ما يجري الآن في الأراضي الفلسطينية؟ بطبيعة الحال الدور المصري فيما يتعلق بالملف الفلسطيني بالتأكيد هو الدور الأكثر نزاهة والأكثر أهمية على مدار السنوات الماضية، ولكن أعتقد أن يعني في الموقف الحالي أو الوضع الحالي ما يحدث في غزة والأحداث الأخيرة خلال الثلاثة أيام الماضية تضع أو تجعل للدور المصري أهمية خاصة، بالإضافة إلى أن الدور المصري في هذا التوقيت يضاف إليه يعني بعد إضافي لم يكن موجودا في المواقف السابقة. بمعنى آخر أن مصر في مثل هذه الحالات سابقا كانت تعمل على مسارين أساسيين. المسار الأول يتعلق بمحاولة الوساطة أو محاولة وقف إطلاق النار ومن ثم إيجاد نقطة ارتكاز يمكن بناء عليها من أجل جعل هذا وقف إطلاق النار هذا دائم، أو حتى إطلاق يعني تشاور أو تحاور أو وساطة فيما يتعلق بالوضع الإنساني في القطاع وإدخال المساعدات واللوازم المعيشية إلى القطاع الذي يعتبر حالي يعني بشكل أو بآخر في حالة حصار منذ سنوات. البعد الثاني كان يتعلق بالدور المصري تجاه الشقيق الأشقاء في غزة، إرسال المساعدات، التعهد بإعادة الإعمار كما حدث في عام 2021. لكن البعد الذي أرى أنه يعني يظهر وبدأ يظهر خلال الساعات الأخيرة يتعلق ب ما استشارته القاهرة من محاولات إسرائيلية يعني دفع سكان قطاع غزة إلى مغادرة أراضيهم والالتجاء إلى سيناء. وهذه نقطة بالطبع تمت إثارتها بأشكال مختلفة خلال السنوات الماضية، ولكن نحن نرى أن هناك تنفيذ فعلي لهذه الخطة على الأرض، برغم أن الجيش الإسرائيلي وأطراف أخرى تحدثت عنه لا يوجد دعوة رسمية لأهالي غزة كي يغادروا أراضيهم، ولكن الوضع الفعلي على الأرض يقول عكس ذلك. نحن نرى منذ مساء الأمس حصارا كاملا تم فيه قطع جميع شرايين الحياة الواردة إلى غزة سواء مياه الشرب الكهرباء. نحن نرى أن الحصار الآن أصبح مطبق على جميع أنحاء غزة، محطة الكهرباء الأساسية في غزة سوف تنتهي عن تقف عن العمل تماما غدا، وضع مستشفيات غزة يعني في وضع صعب نتيجة لتزايد أعداد الجرحى حوالي 4000 جريح حتى الآن، وبالتالي أنت تدفع أهالي غزة للجوء إلى الاختيار من أمرين، إما أن يموتوا تحت القصف وتحت الحصار أو يغادروا. وبالتالي يعني من هنا أستاذ محمد يعني يجب أن نتحدث عن الثوابت. إذا هناك ثوابت تحكم الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية وأيضا تجاه الشعب الفلسطيني، لو تحدثنا عن هذه النقطة تحديدا. يعني بطبيعة الحال هذا ثابت بالثوابت، لأن يعني مصر ترى أن الثوابت القضية الفلسطينية هو حق الفلسطينيين في أرضهم، حق اللاجئين في العودة لأرضهم، بناء أي محاولة فرعنة تواجد المستوطنات على أراضي وحول قطاع غزة، حل الدولتين كحل أساسي ورئيسي للقضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين أن تكون لهم دولتهم على تكون على سلطان الفلسطينيين وتكون حدودها حدود الرابع من يونيو 67. وبالتالي هذه الرؤية هي التي تجعل مصر في هذا التوقيت تحاول بقدر الإمكان إنهاء الوضع الحالي الذي يدفع الفلسطينيين إلى بعد أعتقد أنه هو الأخطر في على مسار تاريخ القضية الفلسطينية منذ عام 48 وحتى الآن، لأن فقدان الفلسطينيين لأراضيهم بعد أن توصلوا خلال سنوات مضت إلى تواجد في قطاع غزة وفي الضفة عبر يعني اتفاقات تمت مع الجانب الإسرائيلي، وبالتالي فقدان هذه الورقة الآن سوف تجعل قضية اللاجئين الفلسطينيين تتصاعد مرة أخرى وتتزايد إلى الوضع الذي كانت عليه في مرحلة الثمانينات عندما كان الفلسطينيون في الأردن وفي لبنان وفي تونس وفي مناطق أخرى. سوف يعني استمرار هذا الوضع سوف يؤدي إلى تشتت الفلسطينيين وفقدانهم أرضهم، وبالتالي
تفاقم أزمة اللاجئين ويعني ضياع حق العودة أو على الأقل تأخره من هذه الإجراءات. وبالتالي الثوابت المصرية هنا هي التي تحرك وتحدد وتكون هي في مقدمة المحددات التي ترسم الطريق المصري والتعامل المصري في هذا التوقيت. ولذلك كان التحذير المصري لافت في لهجته ونبرته ومواكبته للحدث بأن مصر أولا ثوابتها في التعامل مع القضية الفلسطينية واهتمامها بالقضية الفلسطينية وبأهل غزة هي أمور لا يمكن الجدال حولها أو مناقشتها. ثانيا أن مصر أيضا تعامل مع في غزة تعاملا إنسانيا يضع المقابل الوضع الإنساني في المقابل الأول، ولكن أو أيضا يضع في اعتباره القضية الفلسطينية بشكل عام وأنه يجب الحفاظ على التواجد الفلسطيني في الداخل الفلسطيني وعدم السماح ب يعني تفاقم أو تشكل مرة أخرى حالة اللجوء الفلسطيني في الخارج، لأن هذا بالقطع يضر القضية الفلسطينية ويضر الفلسطينيين ويضر أيضا الوضع أو الأمن القومي المصري أو الأمن القومي العربي بشكل أو بآخر، لأن يعني نحن نتحدث هنا عن محاولة يعني تهجير قسري من جانب إسرائيل لأهالي غزة. وبالتالي مصر تحاول مواجهة هذا المسعى من جهة، ومن جهة أخرى تحاول إيقاف الحرب ونجدة أهالينا في غزة. وهذا طبعا يعني نستطيع أن نؤطره بقرار مصر، القرار المهم بإرسال كميات من المساعدات إلى معبر رفح رغم تعرض المعبر للقصف اليوم ورغم بعض التلويح الذي تم في الإسرائيلي حول عدم السماح بمرور المساعدات. لم تضع مصر هذا في الاعتبار وتقوم بدورها على كافة المستويات من أجل نجدة في غزة. طيب أستاذ محمد، يعني إذا مصر صرحت قالت أنه هذا المنحنى الذي تمر به القضية الفلسطينية هو المنحنى الأكثر خطورة على الإطلاق، إذا كيف تنظر لفلسطين بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، وخصوصا أن مصر أيضا تحدثت أن تحقيق السلام، تحقيق الأمن، تحقيق الاستقرار هو بوابته هو القضية الفلسطينية وضمان الاستقرار في فلسطين؟ يعني بطبيعة الحال كان المسعى المصري دائما لإيجاد أولا نقاط تواصل ما بين الفرقاء الفلسطينيين داخلهم، وثانيا محاولة لعب دور من أجل يعني بدء عملية سلمية حقيقية ما بين الطرف الإسرائيلي والفلسطيني. هذه الوجود بالطبع كانت موجودة ضمن السنوات الماضية، ولكن نحن الآن أعتقد في خانة تحديد الأولويات. الأولوية حاليا هي إيقاف النار في غزة، لأن الوضع في غزة لا يتشابه مع الاشتباكات التي حدثت في السنوات السابقة خاصة عام 2021، ولكن نحن نتحدث عن انتظار لتحقق سيناريو من عدة سيناريوهات جميعها لها مخاطر أو تنضوي على مخاطر جسيمة على الوضع الفلسطيني وعلى الأمن القومي العربي. بمعنى أن إسرائيل الآن في القطاع حشود كبيرة، نحن نتحدث عن 360 ألف جندي تم تعبئتهم للاحتياط ينتشر نصفهم على الأقل حول غزة حاليا بعد أن وصلت إسرائيل مساء أو فجر اليوم إلى حدود قطاع غزة. هذه القوات وهذا الحشد يريد أن ينفذ عملية ما، هل ستكون العملية عملية اجتياح بري شاملة أم سوف تكون عملية مقصود بها هو تنفيذ يعني اتجاهات برية محددة داخل القطاع وتدمير أهداف معينة واختيالات ومن ثم العودة، أم أن الهدف سوف يكون اقتطاع أجزاء من القطاع؟ يعني هناك بعض التحليلات تشير أن ممكن أن تقوم القوات الإسرائيلية بالهجوم لعزل قطاع غزة من الجانب الغربي عن الحدود المصرية من جهة، وعزل الجانب الشمالي من قطاع غزة عن المناطق التي تعرضت للهجمات الأقصى في خلال الفترة الماضية، خاصة نتحدث عن عسقلان وأشدود وزيكين. أم أن الهجوم أو التحركات الإسرائيلية سوف تكتفي فقط بأنها سوف تمدد وتزيد من استحكاماتها حول القطاع وتنفذ عمليات قصف أو تستمر فيها وتنفذ بعض عمليات الاغتيال ومن ثم تركن إلى الهدوء كي لا تنجر أو كي لا تخسر أعداد كبيرة من الجنود خلال اقتحامها البري، وهذا ينطوي أيضا عن احتمالات لتدخل خارجي أو تدخل أطراف خارجية. جميع هذه السيناريوهات في مجملها تحتوي على مخاطر كبيرة جدا، خاصة إذا تحولت المنطقة إلى جمرة نار من التدخلات الخارجية، خاصة أن الجبهة اللبنانية الليلة شهدت بعض التسخين أو بعض الأحداث. وبالتالي مصر تضع في اعتبارها الآن أن الحل الأقرب والأفضل هو التوقف على الأقل كهدنة إنسانية،
يعني تهدئة الأوضاع وإدخال بعض المساعدات إلى القطاع لمعاونته، وهذه الهدنة قد يتم البناء عليها. ونحن هنا نتحدث عن صراع، ليس فقط صراع مع النوايا الإسرائيلية للانتقام مما حدث من هزيمة أو بمعنى أصح أو من فشل على المستوى الميداني خلال الأيام الماضية للجيش الإسرائيلي، بل أيضا نحن نتحدث عن صراع في الداخل الإسرائيلي حول حجم الرد. وأعتقد أنها المرة الأولى التي يكون فيها إجماع داخل إسرائيل بشكل تام على ضرورة القيام بأقصى درجات العنف. لهذا خطورة الوضع الحالي تنبع من هذا، ومصر تحاول بالتعاون مع المجتمع الدولي أن توجد نقطة يمكن من خلالها وقف النار على الأقل بشكل مؤقت، لأن هذا سوف يسمح بعد ذلك باستمرار الجهود للحديث عن أشياء أخرى مثل ملف الأسرى الإسرائيليين، مثل ترتيبات ما بعد المرحلة المقبلة، لأن من الواضح أنه لا توجد رغبة حقيقية لدى أي طرف في المنخرط في هذا الصراع أو في هذه المعركة في إيقاف النار على الأقل في الوقت الحالي، وهي النقطة التي أعتقد هي تمثل التحدي الأساسي أمام مصر في الوقت الحالي. طيب أستاذ محمد، يعني دائما في حالة القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين نتحدث عن مفاوضات، نتحدث أيضا عن حلول. هذه الحلول تنقسم ما بين حلول سياسية، حلول دبلوماسية، ومفاوضات زي ما ذكرت وخلافه. إذا في الوضع الحالي وما يحدث الآن بالأراضي الفلسطينية، كيف تقرأ في ظل صعوبة لهذه الحلول السياسية وأيضا تجمد مسارات التفاوض والمفاوضات؟ للأسف وأنا أسف جدا أن أقول ذلك، ولكن المؤشرات تقول أننا أمام مزيد من القتال. وجميعا أي شخص متابع للملف الميداني في غزة وأنا منهم، ننتظر أن نرى الحشود الإسرائيلية التي تتم الآن، يعني ماذا سوف يكون يعني شكل تدخلها في داخل غزة؟ هل التدخل البري الذي أعتقد أنه أصبح أمرا متوقعا، هل سيكون هذا التدخل بشكل محدود أم بشكل موسع كما يعني سلف وذكرت في السؤال السابق؟ وبالتالي شكل التدخل الإسرائيلي والتحرك الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة هو الذي سيحدد ما إذا كان من الممكن لجم الوضع الحالي والتوقف، أم أننا سوف نستمر أو سوف يعني الأمر يستغرق أيام أخرى من أجل التوصل إلى يعني حل. وأعتقد أننا لو قارنا الوضع الآن بالوضع عام 2021 سنجد أن بالقياس سوف نجد أمام معركة طويلة. في 2021 استمر الأمر 13 يوم حتى نستطيع أن نقف أو نوقف النار، فما بالك بمرحلة نحن الآن فيها، إسرائيل مجروحة على المستوى الاستراتيجي والمستوى الشعبي والمستوى العسكري، فقدت أعداد كبيرة من القتلى، يعني حتى اليوم كان هناك يعني على العثور على مزيد من الجثث. نتحدث عن فشل على المستوى الاستخباراتي، على المستوى التكتيكي والعسكري، على مستوى الآلة العسكرية الإسرائيلية كتسليح وكفرض. وبالتالي هذا يعني هو ما يجعل الداخل الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية التي حتى بدأت في التوحد مع المعارضة في هذا الاتجاه تريد الثأر والانتقام. إذن الساعات القادمة بالتأكيد أستاذ محمد ستكشف وتكون الكاشفة عن رؤية مصغرة لما سوف يحدث في القادم. أنا بشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد منصور، وأنت الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.